فان نيستلروي يلتف بقوة حول منافسه ليفينسكي ويرفع من سرعته الآن مبتعدا عن اللاعب جيتو، ويجدو نفسه وجها لوجه مع ميلفيل ثم مع تايلور، ويسجل هدفا بمهارة فردية استثنائية، هدف بجودة فائقة من رود فان نيستلروي، عملية بدأها بمفرده من نصف ملعبه متجاوزا قرابة نصف لاعبي فريق فولام ليسكن الكرة في الشباك بكل سهولة.